عسلامة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من كلمتكم. هيدا نشوفوا مع بعضنا آراءكم فيما يخص الموضوع اللي تناولناه الحلقة اللي فاتت واللي حكينا فيه على انزلاق الشباب في هوية الإرهاب وما هي السبل للتصدي للظاهرة هذه. زينب عكيري تقول كان من الممكن التعمق أكثر في أسباب أخرى لهذه الظاهرة وكذلك محاولة تبسيط الحلول أكثر لتصل للمواطن العادي، ولكن إجمالا العمل ممتاز وجدي. جاك سبارو يقول حصة جيدة عموما، لكن يجب التسجيل في محيط سمعي بصري محايد لأن الحصة تعطي انطباع أنها موجهة للحديث على التقنيات الحديثة. مناف أوس يقول تحليل جيد للموضوع إجمالا رغم وجود عديد من العوامل الأخرى اللي كان من الممكن التطرق لها. اليوم اخترنا لكم موضوع يخص ظاهرة واللي تستهوي الشباب التونسي، ناخذ عليها فكرة أوضح من خلال ملخص الحصة. اليوم باش نحكيو في حصتنا على الراب، هل يعتبر فن أم ظاهرة؟ تبعوا معنا مختلف الآراء مع مختلف التدخلات. كما ريتو اليوم باش نحكيو على الراب، النوع الجديد من الاغنية اللي تغرموا به برشا توانسة وبرشا شباب توانسة اللي ولاو يردوا فيه بطريقة هستيرية وطريقة زادة فيها برشا برشا حب. دايوغ اغنية حوماني للي رابور محمد امين حمزاوي وكافان اتأكد على كلامنا، بيسك الاغنية حوماني طلعت على اليوتيوب 4 ملايين مرة، تمت مشاهدتها 4 ملايين مرة، وهذا ما خلى الصحافة العالمية تحكي عليها كيف ما الاكسبريس وفرانس 24. المحبة سمعك يا ربي ولكل زمان سمعت الناس نسينا مراوع يا ربي بغضك انا محس يقتل الاحساس وإلى حوماني 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 كيما تنجم تكون حوماني الموسيقى بيال عاش نعطيك حوماني في جملة مثلا كي نجي ونشوفوها بالضبط حوماني شنيا نقولوا علوشي مثلا يقول لك فقري نقري ما نقوم بكري كيري نقري ماما هوني خنقة برشا غمة حوماني باهي عاش نعطيك حوماني في جملة بالموزيكا باهي كيما تنجم تكون كي نجي ونشوفوها بالضبط حوماني شنيا نقولوا حوماني محمد امين حمزاوي خلط باش يصنع النجومية من خلال اغاني الراب اللي يحبها الشباب وغير الشباب. كان لنا لقاء مع حمزاوي عبر سكايب حكى فيه على سر نجاح حوماني وحكى فيه على رايه في الراب. انا وكافون تشاركوا في حاجات يعني يظهر لي زوز كوري مانيش ملاك الزوز معناها ولاد طبعه يعني ولاد حومه ولاد معناها نجم تقول الفقري نقري صحيح على الاخر فهمتني نتشاركوا في المكتوب الفارغ نتشاركوا في برشا حاجات حلوين معناها فهمتني اللي يخلينا نصنعوا من الفخر شويه سعاده فهمتني احنا هذيك هي فكان نصنعوا اونيسي باش نصنعوا سعاده تو اكزامبل حوماني تلقاها منها حزينه رزينه منها تفرح وباهيه معناها فهمتني دونك غادي كان احنا بالضبط معرفش بوتيتر الموزيكا باهيه الكلام معناها فريمون صادق من القلب على الاخر دونك التونسي يحب روحه في المرايه معناها يحب يروج الحقاني ما يحبش يروج اخر هذا هو اللي يخليك تقدم معناها ما تخليك تقدم كان الحاجه الباهيه فهمني يعني سكي سوير زاد انا باش نحاول نلعب على حاجه خير ان شاء الله. قبل تسجيل حصتنا طرحنا عليكم سؤال عبر باج فيسبوك كلمتكم نسألوا فيها هل أن الراب يعتبر بالنسبة لكم فن أم ظاهرة تمشي وتزول؟ خلينا ناخذ شوية آراءكم. محمد هيثم بلتيفة يقول الراب ما هوش حاجة جديدة، اللي تبدل هو كونه خذي بعد آخر. نفكرك بغنية عام 2005 قلقت برشا هي عبيد في تركينا، وقتها كان الراب هادف وتوا ولاو أكثرهم كوميرسيال.
حسين بن وردة يقول موسيقى الراب هي تمارد موسيقي على كل ما هو مألوف وسطحي. طارق شبي يقول انه الراب اقرب برشا الى عامة الناس ولاد الحومة المفقرين والمهمشين اللي راو انه اكثر فن يمثلهم ويحكي عليهم كان مش الوحيد. وجدي محويشي عنده راي اخر ويقول انا نموت على الراب، ولد بلاد حاجة عايشة معايا في وذني تغني كل يوم. سماح كريشان رايها انه الراب حالة من حالات التفلقيط الصادق، هذاك علاش يمس الناس خاطر يقول الكلام اللي هما يسكتوا عليه. حفرة تونسي يقول نجاح الراب بين من حضوره في بلاتوات التلفزة وهذه حاجة جديدة، كما بين أن ولينا نسمعوه وين ما نتحركوا، في الدار، في القهوة وفي المحلات. نعود توا نذكركم بمواقعنا وبكيفية اتصال بنا على شبكات التواصل الاجتماعي، وهذه هي عناوين. باش نزيدو نعرفو رأي التونسي في الراب واللي أصوله غير عربية وغير تونسية، خرجنا للشارع التونسي وهذا كان رأيكم. انت من محبي الراب ولا لا؟ من محبيه لا، اما ساعات نسمعوه. فما حاجات تعجبني كيما نتاع بون، انا يعجبني فما بسيكوام، يعجبني زيد ديرنيرمون زيد حمزاوي كلاي بيبي جي حوماني، فما حاجات جديده قاعده تلقى تعجب. تلقى اغنيه معناها توصل الشعب وحياه الشعب تعيش الواقع تعبر على واقعنا. مش نتاع الراب، راب تاع الغرب تاع امريكا، احنا نحبوا الفن الشعبي تاعنا تاع دربوك ومزود راب خطينا. ما في حتى موضوع شنو يحكي لي موسيقى، هو يحكي لي في حكايه تلقاها رصاص تاع حب وما شنو دخلها بعضها. احنا عندنا حق طريق نعبروا بطريقه اخرى، مش نجيبوا طريق نتاع بلاد اخرين نعبروا بها بطريقه بشكلنا احنا هنا، نعبروا بشكلنا نحن. في 2013 يلزم حاجه تضرب، حاجه اموا توصل للعباد، فهمتني؟ خاطر وقت ام كلثوم مشى الكلام اللي فيه مش خايب، معناتها معبر، يعبر على على المشاكل نتاع التوانسه الكل، لي جون والشوماج والفقر والحمى الشعبيه وكل شيء، معناتها هذا الباهي فيه. نحب نذكركم اللي احنا متواجدين في سيدي حسين السجومي منبع من منابع الراب في تونس، ونحب نقول لكم اللي صحيح برشا ناس حبوا الراب وما فما برشا ناس اخرين ما عجبهمش الراب وقالوا اللي هذايا نوع من الفنون الدخيله علينا. اجا نعملوا طله توا على اصول الراب الى حين وصوله الى العالم العربي. السبعينيات تخلق نمط موسيقي جديد تنشر في الجيتو في الولايات المتحدة. الراب في ولايته كان يحكي على مشاكل اجتماعية كما التهميش، وكان ديما يدعو للتطور الاجتماعي بجرأة في الكلام اللي في أغلب الوقت تقلق الأنظمة. كلمة راب جاية من ريتم اند بويتري، إيقاع وشعر. العالم العربي على الرغم اللي ثقافته معروفة بالشعر والكلمة وزاد بالإيقاع ما خلطش بكري. في تونس عام 1992 تولدت أول غنية راب اسمها برا هكاكا ديما ماشي. الغنية هذه لسليم الأرناؤوط. الراب العربي عرف أوجه في سنوات الألفين، لين وصلنا اليوم النجم ونحكيه على ساحة راب في العالم العربي. الريتم أند بويتري عند العرب مختلف من بلاد لبلاد. من لبنان الراس يغني ضد الظلمية والتشدد وينبدد في أغلب غنياته بالتطرف. ندق الماي ماي بعد أبوس الوحش وحش برضو ساكت سما سروق رعد أزوس الجحش باع أرضو. هذا البيت ليس صبر وخص كمل صورة اللي كان طم يضل فعل الماضي الناقص. نتعديو لمصر ونلقاو علي طالباب يغني على مشاكل المجتمع المصري من عدالة اجتماعية وتربية وعلم في شاعرية كبيرة. الحقيقة ملك للوجود مش ملك دراع طويل، فعقلك ممدود نفس التفكير المحدود، اعتقاد الجسد بالعقل كاسد الطيور. الراب العربي اهتم زادا مشاكل تهم المحيط والبيئة ومشاكل الماء، كما الفرعي اللي حكينا على مشكل نقص المياه في الأردن. شوفني أنا بحكي ضاد لغة الأحواض، خفايا معاهدات باتت تحت الأنقاض. اسمع أنا عطشت من شفت بروباغاندا توفير مياه، أرى مستقبل لا أرى مداه. ما ننساوش خاصة القضية الفلسطينية اللي كان ديما في قلب أغاني الراب، وهوني نحكيو على مرأة شادية منصور. صباح الخير يا ولاد عمومنا، تفضلوا شرفونا، شو بتحب مضيفكم دم عربي ولا الدموع من عيوننا؟ بعتقد هيك تأملوا نستقبل من هيك تعقدوا لما تدركموا على غلطة من بيروت. فريق الأطرش يقترح علينا راب فيه مجموعة من إيقاعات الجاز والساوند، ويقترحوا طريقة أخرى في الإلقاء
اللي في عالم الراب يتسمى الفلو. عالم واحد بقلي خضرة وسط المدينة عشنا ما بدها وحدة بيدي مجمرة تاني ربانت لأصلة مثل انتخابات ولادنا بدنا بالليل اجتمعنا الليل جمعنا. الراب في العالم العربي كيجي ونحوصله يحكي على قضايا المجتمعات العربية من تنديد بالعنف والتطرف إلى مشاكل البطالة والحريات مرورا بالقمع والحرب وصولا للقضية الفلسطينية وحق العيش الكريم، وكان ديما بأشكاله المختلفة من تجريبي للملتزم قريب للشباب. حابين نزيدوا نتعمقوا أكثر مع أهل الميدان ونشوفوا تصنيفهم الخاص النوعية هذية من الفن، شنو الرسائل اللي تقدمها ولشكون تتوجه؟ خلينا نشوفوا الإجابة. كما يعرفوا الناس كل اللي راب معناها متفرع ياسر، دونك كل واحد عنده ميساج معين يحب يوصل على سافاسون. زاد العباد في تونس خذتها الظاهرة فجأة، يلقاو فما حاجة اسمها راب في تونس، تلمو اللي هي القوة الظاهرة ما همش فاهمين معناها الراب اللي موش راب. عندهم هما طفل معناها لابس كاسكيت ولابس معناها شارع كاجوال معناها نتاع جوناس اتيكال راب. قبل الثورة بالطبيعة مو الناس كل تعرف اللي كان مصنصر وما فيش معناها كذا، توا بأمور لثورة واللي عملها الجون بطبيعته معناها مش ما عملهاش راجل كبير، عملها جون والجوناس بطبيعتها معناها حاجات تبع بعضها فهمت، مسترسلة الحكاية. الجوناس شكون؟ الليسيان واللي يقراوا في المعاهد وكذا، وشنو توجهاتهم الأكثر موسيقيا بالطبيعة الراب. هو الجان بطبيعته يشوف روحه معناها في الكلام اللي قاعد يسمع فيه، او كان علاش يوصل للراب ومازال باش يزيد يوصل. العديد من الاعلاميين ولاو يكتبوا ياسر على فن الراب بعد انه الرابرات والمواضيع الغنايات نتاعهم تعمل ضجه كبيره كل مره، هذاك علاش خليت الاعلاميين يكتبوا عليهم. ثامر مكي احد الصحفيين خصص برشا كتابات في الموضوع هذا، هات نشوفوا رايه. هو موزيكا ثرية جدا على خلاف ما يقولوه برشا ناس، ثرية جدا على خاطرها زادة موزيكا محلولة برشا، مفتوحة الأنواع الموسيقية والأنماط الموسيقية الكل. على خاطر كي تلقى موزيكا راب ما تلقاهاش موزيكا راب أكاهو بوان، ديما تكون ماخذة من الجاز، ماخذة من البلوز، ماخذة من الفانك، ماخذة من الريغي. الراب قاعد يتطور مع الموسيقى الإلكترونيك وقاعد يكسر في لي بارير اونتر لي جونر ميوزيكو. بس الإعلام كي يتكلموا على الراب ديما يتناولوه على أساس أنه ظاهرة، ما يتناولوش على أساس أنه نمط موسيقي فني يتعاملوا معاه بالنقد ويعملوا فيه قراءات معناها في النواحي الإبداعية والجمالية. احنا في تونس استنسنا نفكروا في الثقافة وفي الفن بنظرة محافظة. الراب ينجم ياخذ ويلبس الأشكال الكل، نجموا نلقاو راب معناها يدعو لي جون باش يخرجوا من الكريميناليتي وباش يكونوا ينخرطوا معناها في 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 تمشي ابداعي وفني، كما نجموا نلقاو راب استئصالي جهادي. الراب ما كانش ينتمي للعالم العربي، توا ولينا نحكيو على الراب الاسلامي اللي يخدم شعائر واهداف دينيه. هات نشوفوا فقره مصوره فيما يخص الموضوع هذا. كيف وكيف بقيت اشكال الفنون التعبيريه الاحتجاجيه؟ ما اقتصر شغل الراب على مهاجمه كل ما هو سلطه قمعيه او غير عادله، بل تم ايضا استعماله لدعم قضايا الشعوب والدفاع عن معتقدات وقيم معينه. مغني الراب الفرنسي ذو الاصول الجزائريه ميدين، واللي اثار في عديد المرات الجدل باغانيه اللي تحكي على الاسلاموفوبيا وعلى المضايقات العنصريه ضد الاقليات المسلمه والسوداء في فرنسا. ميدين دونت بانيك مسلم، اغنيته انا مسلم ما تخافش كانت اجابته على ردود الافعال اللي رافقت اغانيه والبوماته الكل. عنوان الاغنيه هو ايضا عنوان وثائقي الكرم عمري، تناول تجربه العديد من مغني الراب اللي وظفوا اغانيهم لنشر الاسلام والتنديد بكل انواع التمييز اللي تتمارس ضد المسلمين في العالم الكل. في بلدان العالم العربي كما سوريا ولبنان ومصر وفلسطين تعرف برشا الراب اللي غني على الاسلام والقضيه الفلسطينيه والجهاد ضد اسرائيل والتنديد بحرب العراق وغيره من القضايا.
في الجزائر تعرف بصفة كبيرة الرابور لطفي بالعمري، واللي الناس الكل عرفته باسم لطفي دوب الكانون، اللي ارتبطت غنايته بدعوة للجهاد ضد أمريكا وإسرائيل، وخاصة دعوة الشباب للتدين والابتعاد عن الفساد والجريمة. في تونس بدا يظهر منذ سنوات هالنوع من الراب الإسلامي، واللي كان من أبرز المغنيين متاعه الشاب محمد الجندوبي والمعروف باسم بسيكو آم، واللي أثرت الأغاني متاعه جدل كبير بعد ما نعت بعض الفنانين بالكفار والماسونيين. بسيكو آم يتحدث في غنايته عن نظرية المؤامرة وعن تلاعب وسائل الإعلام بالعقول متاع المواطنين. إلى جانب بسيكو آم ظهروا مغنيين رابوخين كما جيتو آن والإسلاميست، واللي كانت أغانيهم تتحدث على دولة الخلافة وتطبيق الشريعة وضرورة إعلان الجهاد ضد الكفار والعلمانيين. رغم اللي بعض أغاني الراب الإسلامي تحمل في طيتها برشا عنف، إلا أنه ما ننفيوش وجود أغاني راب إسلامي ملتزمة تنبض كل مظاهر العنف والتطرف وتدعو للسلام والانتصار للقضايا العادلة. الراب الإسلامي دخل لتونس باقتناية من عديد فناني الراب، واللي هو يحمل رسائل ما تتعارضش مع الدين الإسلامي. خلينا نشوفوا رأي الفنان سفيان صفطة في الموضوع هذا. والله أنا ضد هذا راب إسلامي وراب مش إسلامي، ونراه معنى استغلال الدين كما السياسة الإسلامية. لا، هذا بالنسبة لي أنا راه غلط على الأخر. علاش؟ على خاطر الإسلام حسب رأيي أنا مش أترافير نصوص متعرب باش تتعلم في الإسلام. الإسلام عنده زوز حاجات، عندك القرآن وعندك سنة النبي. معناه مش الراب هو اللي باش يجي، خاطر ساعات سمعت أنا نصوص متعرب اللي يعطي حتى في إستوريك غلط على الإسلام، وهذا الأخطر. الرسالة اللي يحملها الراب ارتبطت جنرالمون بمشاكل الاجتماعية، وارتبطت بالزوالي، وارتبطت بعامة الشعب، وارتبطت بمشاكل الشباب وعديد القضايا السياسية. خلينا توا من ناحية هذية خلينا نتلفتوا للناحية الموسيقية. شنو هو الجملة الموسيقية؟ ناحية اللحن، ناحية الكلمات. هذاك علاش كان لنا لقاء مع الموسيقي حكيم الغرب. الراب هو موسيقى الشارع بالاصل، هو موسيقى كان في هارلام، كان في بوسطن، كان في شيكاغو. معناها الناس اللي ملا شيء عملوا موسيقى، لكن قوه الموسيقى في الولايات المتحده الامريكيه ونحترمهم كمرجع، خاطر هم اللي بداوه. الناس حتى على طاوله يعمل ريتم، معناها حتى على طاوله يشد ريتم. الفرق ما بين الاعمال الموسيقيه نتاع المبدعين التونسيين الملحنين انه يلحن الجمله، يلحنها معناها الكومبوزيتور، يلحن الجمله الموسيقيه ويتبع عليها، والقريحه كيما نقولوا نحن الاربعه والخمسه نتاع الصباح، وهو باش في عمليه مخاض باش يخرج الميوزك. لكن ما لازموه هناك استسهال موسيقي لجماعه الراب. ما معنى استسهال موسيقي؟ معناها انك انت موسيقى تاخذها حاضره من الانترنت، صورها تسجلها في بوكل في استوديو وتصب عليها صوتك. لهنا حسيت انه لهنا مالوريزمون فما ما فماش اجتهاد وما فماش مثابره وما فماش معناها السهل انك انت تسهل بحاجه سهله. حتى العمل البيدو واللي هناك سهوله في انتاج اعمال الراب، ولهنا تولي رده عكس اخرى. محمد بن سلامه من المخرجين الشبان اللي قاعد يحضر في فيلم وثائقي على الراب، وهذا ما خليه يكون بدراية كبيرة في الموضوع هذا ويحكي لنا على الراب ووضعيته في تونس. ما لا شك فيه أنه الحركة متاع الراب في تونس تأثرت ياسر بالموجة جديدة لحركة الراب في فرنسا، اللي كانت معناها من الليدور متاعها الانتام والمجموعات الصاعدة في الوقت ذاك، وبالموجة الأخرى متاع الهيب هوب اللي جاي من الولايات المتحدة الأمريكية. الراب ما نجم يكون كان يحمل رسالة نبيلة، وشفنا الدور متاع الراب في الثورات العربية. شفنا مجموعة كبيرة من الرابور في مصر اللي كانوا متواجدين في ميدان التحرير انطلاقا من 25 يناير. شفنا في تونس الراب عن طريق الجنرال و دي رابور أخرين اللي مسوا النظام القديم وكشفوا العورات نتاعو والقوا الضوء على اشياء ما كناش نعرفوها. يعني انطلاقا من سنه 2011 مهرجانات الصيفيه 2011 2012 2013 نلاحظوا انه الراب قاعد يولي خلينا نقولوا ولا مؤسسه في تونس، عنده نقابه نتاعو، عنده ناس موجوده في المكتب، يعني مكتب تنفيذي في وسط نقابه، وهذا شيء مهم ياسر لانه الاشخاص هذوما ما كانش عندهم ستاتيو. انطلاقا من استرجاعهم للفضاء العام عرفوا كيفاش يخلقوا ما يسمى
ليدونتيفيكاسيون نتاع الجمهور، الجمهور نتاع الانسان التونسي البسيط الموجود في الاحياء الشعبيه والاحياء المهمشه والفقيره. لي رابور اليوم عارفوا كيفاش يكونوا موجودين ويكونوا مرآة للمجتمع اليوم في تونس ما بعد الثوره. احلو مراب احلو لي صدع نافردا وندي مقاب مترينا كسراب عشتك الكل خراب ديزوري بيبي مصول مراك هومي هوني حومت الاختار جرب تستي تبحكر بين ذيوب الذوق المرتخ من مصخ كل شر طريق الكل حفر ديما ثرثر ديما تهدر عاك نقطة وارجع للستر. يقولوا لي رابرات في تونس انطلاقتهم كانت من الحوم الشعبية. علاش من الحوم الشعبية؟ على خاطر فيها برشا ظروف اجتماعية قاسية وصعيبة. ديجا سيد حسين السجومي جابت أكبر فنانين مشهورين يغنيوا الراب كيف ما الفنان بلتي. واليوم بالنسبة للشباب هذوما صنعوا غاديو ويب، هي بالنسبة لهم مثل حلم كبير وين ينجموا يعبروا على مشاغلهم وهمومهم. هات نشوفوا في فقرة المصورة التالية شنو رايهم بالنسبة للراب. عمرك ما تقل فطورة سلح الدول الحق ومش بالفقر والدمارة من غير ما نفق عليها بعضنا هيك نحكي بالصندي ولا تحكي عجل نحو من عشرة اليوم تنسات ناس ديما سيطرين تعدت ليامات واضع يغيب حكي شوف عمد في الزبلة تلمة شغيت الراجل مات كفي أهبط شوف الله وضعي زمما الحمد لله نحن ربي لعباد كل قنوع عمي الله غالب. ميستر راب هو يحكي على الواقع، كلام خارج من القلب، حاجة تكتبها انت عايشها ولا عايشتها عايشها واحد من ولاد حومتك، تحب توصلها بالراب، موسيقى بنوع من الموسيقى. ان شاء الله الراب يلقى حظه في تونس، وان شاء الله كلمة الحرة توصل. بنلاقي تنجم تدخل من اول الحوم اللي بداوا يغنوا في الراب، هازيدو، سيد حسين، بريسك كلها تسمع راب، تتنفس راب، تحكي راب لهنا، فهمتني؟ ضمن الراب هو في حد ذاته معناتها مشاكل، يعني برشا ما نقصات، فهمتني؟ منهم عدم الاعتراف به في وزارة الثقافة، فهمتني؟ لاقين برشا مشاكل وصعوبات. وبالنسبة في مر سبونسور واحد بتبيع أي معناتها إنسان يستحق سبونسور باش يوصل صوته بطريقة ما خير، ومش كان في تونس لازم تكون زادة حتى لبرا، فهمتني؟ شوف بالنسبة للراب من بين برشا جملة برشا فنانين تسمى بالفن المنحط على أساسك الكلام الزايد، وفهمتني؟ المنطقه هذيك مش باهي، فهمتني؟ والله انا واحد من الناس نشوف الراب اقرب وسيله، فهمتني، للشباب باش يسمع ميساج ولا حاجه معينه. قبل الثوره فما فنانات صحيح، لكن الكبت ما خلاهمش يبانوا، فهمتني؟ فما برشا دي رابور، لكن بعد الثوره كي خذينا كيما نقولوا احنا الحريه واحد، فبان الراب على حقيقته وخرجوا برشا رابورات اخرين ووصلوا برشا فانات، فهمتني؟ فما مثلا الباج في فيسبوك توصل 5000 فان 6000 فان على رابور واحد، فهمتني كيف؟ نحب ناكدوا اللي اولاد سيدي حسين حلمهم انهم يوصلوا اصواتهم، هذاك علاش خلى فكره استوديو تسجل اغانيهم تتسمى فرصه كبيره وحلم كبير باش انهم يعبروا على همومهم. جاي سيد حسين ولاد حكم ولاد بلاد الشعب يدور يجينا النبي سيبوان متاعنا الدنيا تعطي للغفار. لي رابور موجودين بكثره في سيدي حسين، وهو اللي يسميوه ملك الراب بلطي، هو ولد سيدي حسين من اروع لي رابورات في تونس ومن القدم. عندنا احنا في المركب عديد الفرق، مثلا سولدا بويز، اشرف الواتي، خالد بن محمد وخالد الغربي، عندنا زاده حمدي حمدي، فما معناها الهمامي زادة، فما مروان الساحي، هذوما لي رابور اللي يجيو لهنا يبداو كاتبين حاجات معناها حقيقية اللي تمس الواقع نتاعهم كشباب. لكن المشكلة شنية؟ المشكلة كونه في المنطقة ذي ما فماش الاستوديو اللي يسجلوا فيهم. احنا بالامكانيات اللي عندنا حاولنا عن طريق البروجي اغورا حوار المدينة، وقع معنا عملنا سال دونرجسترمون ان شاء الله في بداية 2014 باش نبداو نسجلوا فيها، باش يكون معناها سو مش كيما الاسوام البرة، ما هي الا مؤسسة معناها ملك عمومي، مؤسسة شبابية، يكون بمعلوم رمزي ونحن نشجعه. من الحاجات اللي عبوها الناس على بعض اغاني الراب انه في بعض الاغاني نلقاو فيها كلام بذيء يخرج على حدود اللياقه. في الموضوع هذا حبينا ناخذوا اراكم، اذا نقرا لكم منها شويه.
أحمد الهرابي رأيه أن الراب لغة الشباب، والشباب بطبعه متحمس ومندفع، دونك حكاية الراب ما تكون كان جريء أو حادة كان لزم الأمر. علولو اسكندر عنده رأي آخر ويقول أنا نتصور كان نحيو الكلام الزايد الغنية تنجم تاخو حظها إعلاميا، أنا نشوف اللي الراب هو نفض الشارع. سمير تومي يقول الراب لازم يكون ملتزم وما يهبطش المستوى محط. إناس عاجمي السلمي عندها رأي وتقول يجب احترام الأخلاق اللي يفرضها علينا ديننا، لأنه أغلب الأغاني تحتوي على كلمات بذيئة مخجلة لا تمت للفن بصلة، وتضيف أنه لي رابور ما عندهمش الحق باش يغنيوا اللي يجي بتعالة أنه فن وعندهم الحق في حرية التعبير. أيمن علان يقول أن نشوف الراب التونسي في جزء كبير منه يعكس مشاكل الشباب في أمريكا وفرنسا، زاد بدا هكا أما بعد تمت مصادلته وتحويل وجهته من السيستم المهيمن. في تونس للأسف ما رابورات بداو يبيعوا من غير ما يلزمهم حتى حد. في كل حسن نستناو تفاعلاتكم معنا على ريزو سوسيو، ما تنساوش باش تخليو تعليقاتكم. الكلام خارج على حدود اللياقة، وبما نجمو نعبروا عليه بالألفاظ البذيئة ولينا نجمو نسموها عادي معناتها في الأغنيات متاع الراب، هذاك علاش حبينا في النقطة هذه خاصة نزيدوا ناخذوا أكثر رأي تونسا. بالطبيعة حب الراب خاطر فيه مساج فيه رسالة، ما نحبش الراب معناها فيه معناها كيما نقولوا كلام بذيء. فما ساعات يقولوا كلام معناتها خايب، ولادنا صغار ما نحبهمش يتعلموا التهور. المغلبية اللي جاء معناها الكاتيجوري نتاعنا احنا، فهمتني؟ ما تلقاش برشا رجال كبار ونساء يسمعوا لي راب، هذاك علاش تلقاه ديما ساعات تلقى فيه لونجاج خايب شويه، خاطر فما كلمات ما ينجموش يلقوا لهم سينونيم نتاعهم، يتلز باش يحكي باللغه هذيك، وفما شكون معناها رابير يحبك يفرض روحه ويستعمل الميثود هذيك. ساعات يبدا فيه كلام ما كلموش اللي هو، ساعات نفضل اني نسمع الاغنيه بعد ما يعملوا لها موديفيكاسيون، اما باش نسمعها كيما ما هي لا. اي كلام خايب كذا معناتها مش تاع عائله مش تاع واحد معناتها الواحد بقدر مع انسان اخر وكل شيء، ثم حاجات خايب اما بار كونتر ثم حاجات باهيه، ثم حاجات فهمتني تسمعها. الراب مطلوب من طرف المستمعين اللي يحبوه واللي يمنوا به، والاكيد انه ماده مطلوبه برشا في لي راديو، هذاك علاش احنا قابلنا ناس من الاذاعات الخاصه وقابلنا شكون من الاذاعه التونسيه باش نحكيو شويه على برنامج النوعيه هذيا من الاغاني وشنو ما مقاييس الاعتماد نتاعها بالنسبه للي راديو. اي اف ام اذاعه مختصه تيماتيك والموسيقى نتاعها مختاره، معناها سا با دير اللي الراب معناها حاجه خايبه وما نحبوهاش، اما ماهيش داخله في اللون الموسيقي اللي قاعدين عاديو فيه في الـ في الـ في الاذاعه. وهذاك علاش باش نكونوا زاد مع نحاولوا المستمعين الكل نتبعوهم اللي ما نعاديوش سيرونتين مشوا اللي يتعدى في ديواب راديو مختصه في الموسيقى دي. هي جزء من منظومه ولات جزء من منظومه في الاغنيه التونسيه، فما مغنيين فما ناس تقدم في اغنيه الراب. بون تتبرمج أغنية الراب أكيد، لكن تتبرمج بمعايير خاطر فما أغنيات ساعة ساعة تخدش الحياة العام فيها حكايات زايدة أكيد ماكش باش تنجم تعديها، لكن فما أغنيات اللي ما تقلقش وتتعدى وما فما حتى مشكل أنها تتعدى. هذا دور المرفق العمومي، فالمرفق العمومي ماهوش باش يخرج على دوره الأساسي في تعامله سواء مع الراب ولا حتى مع مواضيع أخرى. أنا نذكر أنه أغنية في باسبارتو بلتي وقت اللي خرجت عملت بوز والناس فما ناس قالت بيها والناس ما، لكن نحب ولا نكره زاد راهو الراب هو تعبير الشباب على وضعيات يعيشوها، واحنا اذاعه شباب، فاذا كان فما املاز عند الشباب يعبروا عليه بغنيات الراب واحنا ما نعديوهش، هل احنا بعدنا على المستمعين نتاعنا. مغني الراب زاد عندهم رايهم في موضوع الكلام البذيء، اذا نجم نقولوا في وسط اغنيات الراب هل انها محبذه والا لا، هذا حسب رايهم هما، وهل انها لازمه والا لا. الراب ماهوش حاجه باش تتكونسوم معناها باش تستهلك عائليا نتاع الجون، دونك ديجا هو معناها كيفاش منبه شوي في امور انترنت مثلا ولا حاجه منبهينه ديجا اللي هذيك راهي مثلا اقل من 18 وكل الحكايات هذيك، وسينو ما نعرفش انا ماهوش موجه من العائله باش تسمعوا في سياره مثلا عائليا كيف قاعدين يسمعوا في حاجه، ولا الاعلام مثلا ساعات يغلط في حاجات انه يوصل يعدي حاجه موجهه للشاب تتعدى في فضاء نتاع عائله كامله.
اي صحيح، ما خاطر الراب احرج شويه فهمتني، يا بوتيتر شويه على كلام زايد على حاجات هكا حرج فهمتني. تو بريسك لي رابور الكل قاعدين يخدموا في خدمه باهيه، يعني الفلو تحسن، الموسيقى تحسنت كذا. اللي يهمني انا هذا لي سوجي الكل نسمعهم، ما عندي حتى مشكله وكهو. فما اللي ما يسمعش قال الراجلك العام بيناتنا فلسه، معناها تحب تسمعني مرحبا، تحب ما تسمعهاش مرحبا. حبينا نزيدوا نتوسعوا في استجلاء الرأي حول الكلمة اللي نستخدموها في أغاني الراب من خلال الفنانين اللي حضروا معنا على طول الحصة ومن مختلف ميادينهم. كلام تاع شارع هو ديجا هو فن من فنون الشارع، هما قوتهم. يقول لك اللي احنا نحكيه بلغه الشارع، سي فري لغه الشارع تنجم تحكيها في الشارع في القهوه. لهنا يجي دور لي رابور اللي ماذا بيا نعطيهم نداء، راهو وقت اللي تتحول من عبد عادي ولد حومه تتحول لبيرسوناج بوبليك، تولي مسؤوليتك اكبر، انك تتحمل مسؤوليتك التاريخيه في الكلمات اللي تكتبهم واللي تقولهم في الاغنيه نتاعك انت بتاع الراب. على خاطر فما اجيال قاعده تتبع فينا، وخاصه انه جيل المراهقين تاع 18 19 20 سنه بس تاثر زاد كيف بالنمط هذايا، معناه غدوه كي يسمع انت كلمه فيها كلام مش باهي ولا كلام كذا، غدوه تاثر انت على الناس هذيك، تاثر على الصغار، تاثر على المراهقين، وهذه تولي رده عكس للشيء نحن نحبوه. اختياره للكلمات او نسميه الكلام الزايد نحن، هل انه ينجم ينفع العمل نتاعو ولا لا؟ انا نتصور هذه تكون مسؤوليه الفنان قبل كل شيء. اخر محطه نقفوا فيها حول فن الراب هي وزاره الثقافه، وين تحولنا وحبينا نعرفوا هل انها تشجع فن الراب وتعطيه الدعم كيف ما الفنون الاخرى والا لا، وكانت هذه الاجابه. في اكتوبر 2011 وتم ضبط بالاتفاق مع الاخيان معناها الناشطين في قطاع الراب خمسة نقاط. النقطة الأولى تتمثل في الحصول على الاحتراف الفني، النقطة الثانية تتمثل في دعم الوزارة لعروض موسيقى الراب، النقطة الثالثة وأن الناشطين في قطاع موسيقى الراب ضروري وأنه يفكروا في بعض جمعيات فنية للاعتناء وتنظيم تظاهرات خاصة بالراب وكذلك تنظيم ورشات تكوينية. النقطة الرابعة وأن الوزارة تفكر في القريب العاجل إن شاء الله في دعم الإزارات الموسيقية. النقطة الخامسة وأنه الوزارة بالتعاون مع الناشطين ومع الهياكل الخاصة بقطاع الراب في دعم التبادل الثقافية التي تخص مجموعة الراب. بالنسبة لدعم العروض الراب تمت دعم 34 عرض راب وتم رفض 15 عرض، لأن هذه العروض كانت إما خارج موعد البلاغ الذي حدده البلاغ معناها لقبول الملفات أو لعدم استكمال الملفات. في ختام حصتنا توا نحب نذكركم مواقع الاتصال بنا باش تخليو لنا فيه آرائكم واقتراحاتكم وانتظاراتكم. موضوعنا يا جماعة جاي باش يخص استهلاك الشباب لمادة الزطلة، وباش يخص كيف مسألة إدماج الشباب بعد تمضية فترة عقوبة بالسجن في الحياة الاجتماعية. وتوا مبقى لي كان باش نقول لكم سلام.